أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا مواصلين معاكم الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم 8 مارس، وعبركم نحيي كل النساء في السودان وخاصة النساء في ولايات دارفور، وهن رغم الظروف التي تمر بها الولاية من وضع إنساني ونزوح ولجوء في دول الجوار، إلا أن هنالك نساء صامدات، ورغم الغصف المستمر ما زلنا ينشدن يتغنين للسلام والكرامة والعدالة والمساواة تجسيدا لمطالبهن في هذا اليوم. يزعدنا في هذه المساحة أن ننتقل إلى ولاية جنوب دارفور، حيث أطلق ملتقى نساء جنوب دارفور شعار السلام والكرامة والعدالة والمساواة لهذه المناسبة، مناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس، تجسيدا لمطالبهن. وفي هذه التغطية سنقدم لكم العديد من اللقاءات التي أجريناها مع عدد من أعضاء ملتقى نساء جنوب دارفور، ويسعدنا أن نبدأ بأمينة الإعلام الأستاذة منال إبراهيم حسين. أهلا ومرحبا بك أستاذة منال إبراهيم، وكل سنة وإنت طيبة. منال إبراهيم حسين، ملتقى نساء دارفور، تحية إجلال للمرأة السودانية على امتداد تاريخ هذه الأرض السودانية، وملتقى نساء دارفور في ذكرى اليوم الدولي للمرأة في 8 من مارس من كل عام. الملتقى أطلق شعار اللي هو السلام والكرامة والعدالة والمساواة على نساء بلادي. الشعار جسد كل الحقوق اللي بتطالب بها النساء والفتيات في السودان، لأن وضع المرأة السودانية في هذا العام أكثر استثنائية بسبب الحرب، واللي المرأة دفعت ثمنه الباهظ لدرجة إننا وصفنا الحرب بالاستثمار في أجساد النساء ونساء أخريات طبعا في العالم بيئانا من العنف بكل أشكاله، منها الجسدي والجنسي والمعنوي والتشرد، ودي كلها تحديات واجهت المرأة، وأصبح تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي أكثر إلحاها من الأوقات الماضية. وإرادة السلام هي الأقوى والأخوة طبعا، ونحن في الملتقى عايزين إنه أبواق الحرب إنها تسكت ويرجع مسار السلام والحرية والعدالة والكرامة، وكمان التغيير في السياسات ضروري جدا لحماية النساء والفتيات من العنف في مناطق النزاع، وإدراجه كمان في محاور السياسات، دي كلها في مستقبل يعني أكثر أمان بدون تمييز، تفاديا للتكاليف الاقتصادية الباهظة بعد الحرب، ودي كلها مفاهيم اتبلورت في المواسيق الدولية. فالتحية لنساء بلادي في كل مكان وفي كل المحافل، وهن يرسم أروع اللوحات للتضحيات والنضالات والصمود، وليهن ترفع القبعات وليهن كل العذر، وكل عام ونساء بلادي بألف خير في يومهن العالمي. شكرا أستاذة منال إبراهيم حسين، وننتقل بالحديث إلى عضو ملتقى نساء جنوب دارفور الأستاذة عاشة آدم محمد شروفة. أهلا ومرحبا بك أستاذة عاشة، وكل سنة وإنت طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، عاشة آدم محمد شروفة، ملتقى نساء دارفور، كل عام وأنتم بألف خير، نساء العالم بصفة عامة ونساء السودان بصفة خاصة ونساء دارفور بصفة أكثر خصوصية. اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2024، إحنا من هنا بنرسل رسالة سلام، رسالة حب، رسالة عدالة لكل نساء العالم، وأكثر التهنئة لنساء بلادي. نحن في ملتقى نساء دارفور صراحة كنا نحتفل مع نساء العالم بمثل هذا اليوم، الآن نحن بمثل هذا اليوم نحن بنحتفل بمأساتنا، بنحتفل بحزننا، بنحتفل بفقداننا. كم مرأة ترملت وكم طفل أصبح يتيم، أصبح مشرد، فاقد للتعليم، فاقد للمأوى، فاقد للمأكل، فاقد للمشرب. أصبح الحرب أو أصبحت ويلات الحرب تهدد المرأة السودانية، تهدد نساء دارفور خصوصا بما هو آتٍ. المعاناة التي يعاني منها النساء تكاد تكون ترر وأكثر أكثر في أغاليم دارفور. الكل متابع أحداث الجنينة وجنوب دارفور وشمال دارفور وشرق دارفور، كل هذه الولايات ووسط دارفور، كل هذه الولايات لم تنجو من الحرب. الحرب اشتعلت في الخرطوم وعانى منها إنسان دارفور. المرأة في الدارفورية هي أكثر النساء مكادحة، تكاد تكون نسبة النساء العاملات أكثر 80% منهم، ونحن بنعرف تماما أن نساء دارفور معتمدين على
على الزراعة، معتمدين على التجارة المحلية البسيطة وغيره، الآن أصبحوا بلا عمل، أصبحوا بلا مأوى، أصبحوا بلا مأكل بلا مشرب. نحن في هذا اليوم نستغل الفرصة، ونستغل الفرصة وندعو ونناشد جميع المجتمعات الدولية والإقليمية بالتوجه إلى ولايات دارفور والمعاناة الحقيقية، تقديم المساعدات الصحية، تقديم المساعدات الإنسانية، تقديم المساعدات بكل أنواعها. ولاية دارفور منذ بداية الحرب 11 شهر ونحن الآن لم تصل إلى ولاياتنا ولا مساعدة. صراحة مسألة صعبة 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 جدا بالنسبة لنا. 11 شهر أصبحت المرأة في دارفور تعاني معاناة وصلت مرحلة تكاد مرحلة الجنون. النساء أصبحوا مشردات، الأطفال مشردين، ما في عمل. التحديات كثيرة بالنسبة لنا، واحدة منها الوضع الاقتصادي. صراحة نحن في دارفور معروف معتمدين على الزراعة، الآن موسم الزراعي يكاد يكون بدأ وانتهى وخلاص، مقبلين على موسم جديد. نحن مقبلين على موسم جديد 11 عام، العام الماضي لم تكن هناك زراعة خالص بسبب الحرب. يعني نحن مقبلين على كارثة. الناس بتتكلم بتقول لو الكارثة، لو أصلا في مسمى أو أرفع على الموضوع مرفع على الكارثة، نحن ممكن نقول هو صراحة أكثر من كارثة. المحليات أصبحت تحمل فوق على طاقتها، أصبحت تحمل فوق على طاقتها بكمية كبيرة، لأنه كل المواطنين سكان المدن أصبحوا أو لجوا إلى وين؟ لجوا إلى المحليات بسبب الأمن. الآن المعاناة الحقيقية أو التحديات الحقيقية الناس بتعاني منها الأمراض الوبائية، الإسهالات، فقدان الأدوية الصحية الضرورية منقذة للحياة أصبحت ما موجودة، الأكل أصبح ينفد، الموية بقت في مشكلة. الحاجات الأساسية بالنسبة للإنسان في دارفور تكاد تكون معدومة تماما، ما في خالص. نحن من هنا بنناشد كل المجتمعات الدولية والمحلية في إنها يا جماعة تنتبه أو تعجل بالمساعدات الإنسانية. وأنا برضو بستغل الفرصة من هنا ندعو طرفي النزاع، أوقف الحرب. الحرب ما فيها منتصر، وحتى المنتصر فيها خسران، لأنه صراحة الناس عانت معاناة من الطرفين من الحرب. نحن ما بنقول نعين الناس بعين، لكن بنقول الطرفين الحرب دي ما فيها منتصر، ونحن عانينا شديد، المواطن عانى منها شديد، والمرأة بالذات، المرأة بالذات عانت معاناة حقيقية من الحرب. ونحن بندعو الناس تقعد في طاولة حوار وتوقف الحرب، تتفاوض، توصل إلى ما يصبو إليه أو ما يدعو إلى مصلحة المواطن. صراحة يعني كل عام وكل نساء العالم بألف خير، ربنا يدي العافية إن شاء الله، وقف الحرب اللعينة، كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. شكرا الأستاذ عاشة آدم محمد شروفة عضو الملتقى. وننتقل بالحديث إلى ممثل الرحل، والرحل يمكن شريحة واحدة من الشرائح النسوية المهمة والمهملة في ولاية جنوب دارفور، وهي تضم عدد كبير من النساء اللائي لم يجدن حظهن في التعليم وحظهن في الرعاية الصحية. ونحن يسعدنا يعني أن نلتقي الأستاذة نجوى يوسف محمد إبراهيم، وهي من تنسيقية الرحل بولاية جنوب دارفور. مرحبا بك أستاذة. التحية والتجلى لنساء بلادي، خاصة ملتقى نساء جنوب دارفور نيالا، في الاحتفال لليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2024. نساء جنوب دارفور تحت شعار السلام والكرامة والعدالة والمساواة لنساء بلادي، فأنت أيتها المرأة نقطة بداية هذا الكون، فعندك يبدأ تكوين الإنسان. أنت من يبدأ بالإنسان ويتعب معه ليتحدث أول كلمة وليمشي الخطوة الأولى، أنت الضمان الوحيد للبقاء. نحتفل في هذا اليوم المميز الجميل 8 مارس من حيث التحديات والصعوبات. أتمنى في الوضع الراهن يعم السلام والأمان للبلاد، لتعيشي حرة، لتعيشي في رخاء. بالنسبة لنساء جنوب دارفور، التحديات التي واجهتها نساء جنوب دارفور، التدهور في الصحة العامة، خاصة الصحة الإنجابية، وما زالت صامدة المرأة وما زالت غبية، وكل أنواع العنف ضدها وهجرها والنزوح للبعض منهن لدول الجوار، حيث عانت المرأة في دارفور كل المعاناة. التدهور الاقتصادي، النساء يعملن العمل الهامشي غير المغنن، وهذا بسبب الظروف الاقتصادية من أجل عيش كريم. في الوضع الراهن
حيث قامت بأعمال لا تناسب عمرهن ولا تكوينهن في المدن وغيرها. على مدار 10 أشهر أدى الصراع لانتشار العنف المسلح والعنف ضدها. واجهت تحديات كثيرة في هذا الوضع الراهن في جميع الأقاليم والمدن. وفقا للتقارير الأممية هناك أرقام مخيفة لوفيات النساء في أقاليم السودان المختلفة وخاصة أقاليم دارفور، أدى إلى تدهور حالتهن. تحديات المرحلة الانتقالية واحدة من أكبر وأهم التحديات التي واجهتها بكل المعاناة، ومن ضمنها التدهور الاقتصادي الذي أدى إلى الفقر، وحيث فقدنا كثير منهن بسبب الظروف والحرب. أتمنى أنه يعم السلام والأمان لهذه البلاد، فنحن في هذا المنطقة نطالب مناشدة المجتمع الدولي والإقليمي لوقف هذا الصراع والعنف الذي يقيم ضدها، ونناشد منظمات ذات الصلة في هذا الصراع وكل الدعم لهن. أتمنى أن كل النساء تكون بخير، وخاصة النساء الإقليم. التحية لكل نساء جنوب دارفور داخل وخارج الولاية، كل عام وأنتم بخير. كل التحايا لكل نساء بلادي. شكرا الأستاذة نجوى يوسف محمد من تنسيقية الرحل بولاية جنوب دارفور. وولاية جنوب دارفور تضم عدد كبير من معسكرات النزوح، معظم سكان هذه المعسكرات هن نساء. يسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء الأستاذة إقبال حسين أحمد من معسكر عطاش. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية التحية لكل نساء العالم باليوم العالمي للمرأة تحت شعار السلام والكرامة والعدالة والمساواة على نساء بلادي في يوم 8 مارس 2024. التحية لكل نساء السودان أيضا القويات الصامدات، وخاصة النازحات اللاتي منحن في معسكرات النزوح واللجوء، وما زلنا تعانين من ويلات الحرب من الجوع والعطش والحر والبرد والإقصاء. تحياتي حب وسلام واحترام. ثانيا، منذ بداية هذه الحرب زلت الظروف الاقتصادية صعبة جدا للنازحات، والمعاناة أيضا كثيرة جدا للوصول إلى سبل كسب العيش، لعدم وصول المساعدات الإنسانية. من إنجازات المرأة النازحة والله ما في خير إنها صبرت، الصبر على الظروف القاسية بالنسبة للحرب. الزراعة البسيطة، لأنه كانت تحديات أكبر. من ضمن التحديات انعدام الأمن العام، انعدام الدواء والغذاء، الموت والدمار الشامل للممتلكات، المخاطر الأمنية الكثيرة، وبرضه في آثار نفسية. نناشد المسؤولين والجهات الإنسانية والأمم المتحدة ومنظماتها ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية والمجتمع المدني بالتدخل الآجل لسلامة حياة المدنيين، فتح ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية، وتحقيق لكشف الحقائق وتقديم المسؤولين من الطرفين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب للعدالة. أيضا ما ننسى برضو نناشد مجتمعاتنا برفع الوعي المجتمعي لمناصرة السلام، إيقاف دعم الحرب وتشجيع الشباب للحرب، التعاون والمشاركة مع المنظمات الدولية والإقليمية الوطنية، التعاون على ضمان سلامة المدنيين. رسالة أخيرة لأطراف الصراع، كل من الجيش السوداني والدعم السريع بإيقاف الحرب آجلا ودعما للسلام لحماية حقوق الإنسان وحماية المواطن السوداني، لأن الحرب الكل فيه خسران من المواطن والدولة. من هنا ندعو للسلام ثم السلام ثم السلام، وإن شاء الله نحلم بسودان خالي من كل الآثار والآلام، نحلم بوطن يسعد الجميع إن شاء الله. شكرا. شكرا الأستاذة إقبال حسين أحمد من معسكر عطاش. نختم هذه المساحة، يسعدنا أن نلتقي بواحدة من النازحات بمعسكر دريج للحديث عن أوضاع المرأة النازحة بمعسكرات النزوح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أنا اليوم بحني نساء السودان ونساء بلاد ونساء دارفور، وخاصة النساء بالمعسكرات بمناسبة 8 مارس المرأة الصابرة الصامتة بمناسبة الحرب اللعينة التي عاشها النساء في ظروف قاسية، في ظروف صعبة جدا جدا. وأنا قادر أتكلم عن النساء في المعسكرات،
ونحن والله بجد في المعسكرات كمجتمع معسكرات معتمدة للمساعدات الإنسانية أو الحوز الإنساني في المعسكرات تيلة من 2003 لحتى 23 في المعسكرات نحن معتمدين للمساعدات الإنسانية، وحتى والآن المساعدات الإنسانية وقفت منذ 10 شهر في المعسكرات، ونحن والله في حوجة ماسة للغذاء وفي ظروف اقتصادية أو ظروف معيشية صعبة جدا جدا، والنساء قاعدين تعاني والنساء لهم ظروف اقتصادية وصحية كبيرة جدا جدا في المعسكرات، ونحن والله ما قصرنا، ناشطنا كل الجهات المسؤولة ورفعنا رسائلنا ورفعنا معاناة الناس ومشاكل الناس في المعسكرات، لكن للعان لن تصلنا أي رد، والآن نحن محتاجين احتياج كبير جدا جدا، ونحن الآن الجو محددنا بالموت في المعسكرات، وكل النساء في الولاية محددين بالموت، الجو محددين بالموت، والأطفال في المعسكرات بيعانوا، ونحن الآن عندنا سوء تغذية كبيرة جدا جدا في المعسكرات بالنسبة للنساء الحوامل والأطفال والمرضيات بفقد الغذاء أو في نقص في الغذاء في المعسكرات، نحن الآن قاعدين بنعاني، ولنا تقارير كثيرة جدا جدا، وكل ما نرفع تقاريرنا ما بنلقى الجهة تساعدنا في المعسكرات، وانت تعلمون جيدا كل السبل بتاع كسب العيش في الولاية متعطلة تماما، وحتى نحن والله نساعنا من المعسكرات بتطلع برا بتمشي بتجيب الجيش في راسة بمسافة قريبا 2 كيلو، وبيمشوا يعني بيقبضوا الجراد وكده وبيجيبوها عشان ياكلوا بعيالهم، وحاسه الان حتى الجراد بقت ما في والجيش بقت مسافه بعيده جدا جدا، المراه بكراعه ما تقدر تمشي عشان تجيب لها جيش عشان تاكل اولادها، ومقابلنا شهر رمضان، والله الان يا جماعه نحن العام في ظروف صعبه جدا جدا، ونحن الجو ده هيقتل لنا كميه من النساء ونفقد كميه من النساء بسبب الجوع، سواء كان في الولاية سواء كان في المعسكرات، وأصعب الظروف ظروف النساء في المعسكرات والأطفال، ونحن يا جماعة تيلة الفترة قاعدين بندفع الثمن قاعدين بندفعها، ونحن ضحايا حرب، نحن التعب والغلابة، وعايشين في ظروف إنسانية صعبة جدا، ونحن والله بنطالب كل الجهات المسؤولة عشان ينقذوا لنا ناسنا ديل ما يموتوا لنا من الجوع، نحن يا جماعة نحن نزحنا من مناطقنا الأصلية وفقدنا كل ما من ممتلكاتنا وفقدنا سبل عمام الاعتماد على ذاتنا بأسباب الحرب، وكنا معتمدين على خوز المنظمات الإنسانية، والآن المنظمات هي وقفت ولم نجد منظمات تقدم لنا أو أي جهة تقدم لنا مساعدات الإنسانية في المعسكرات، ولا في سماح لكل المنظمات الإنسانية عشان يدخلوا المعسكرات تقدم لنا المساعدات، ونحن الآن الأطفال يموتون يوميا في المعسكرات، والعجز والكبار السن والنساء الحوامل والمرضيات، نحن يا جماعة بنطالب كل الجهات الإنسانية وأصحاب القلوب الرحيمة وكل من له خيرة وله الوطنية وله أن هو عنده روح عنده يعني عنده قلب عنه وهو في أهله في المعسكرات يقدم لهم خدمة أو يقدم لهم المساعدات الإنسانية، وإحنا نطالب كل الجهات يا جماعة، نحن الآن قاعدين نموت في المعسكرات بسبب الجوع، والنساء هو أكتر شريحة هو قاعد تدفع الثمن في المعسكرات، وهي مسؤولية مباشر من المعكل والمشرب، وهي قاعدة تعاني في المعسكر، وأنا والله يعني نطالب بسماح كل المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنقاذ الضحايا والمحتاجين عاجلا، والمحتاجين عاجلا لتدفق المساعدات الإنسانية للمدفقات المساعدات الإنسانية بدارفور، ونناشد المنظمات حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية والدولية والمنظمات المحلية وكل الرؤساء المنظمات على رأسهم منظمة أوشا ومركز أبحاث السلام والخيريين أن يقفوا معنا في هذا الظروف الصعبة في المعسكرات، وينقذوا لنا ناسنا ده ما يموتوا جوعا في المعسكرات، نحن والله يا جماعة موتنا حربا والآن قاعدين نموت جوعا من المعسكرات، وأنا بناشد كل الجهات ده يقف معنا ويكون في مسارات لتدخل المساعدات الإنسانية في 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 ولاية جنوب دارفور، وخاصة في معسكرات ولاية جنوب دارفور، ونطالب بوقف الحرب
وبوقف إطلاق النار الداعم للمتحاربة لوقف إطلاق النار الداعم للمتحاربين وكل الأطراف المتحاربة. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم، وأنا داير بس رسالتي تصل، ونحن والله في أمس حوجة للمساعدات الإنسانية والصحية. والفترات اللي فاتت كان المنظمات عنده مراكز، نحن بناخد الدواء مجانا في المعسكرات، لكن الآن نحن ما في أي مركز صحي في المعسكر، ونحن قاعدين نعاني من المرض والجوع. والجوع هو ذاته مرض، سبب المرض ذاته الجوع، لكن نحن والله بنرجي منكم. وأنا كررت الكلام ده كتير كتير، لأنه نحن في أمس حوجة ومقابلنا شهر رمضان، والناس قاعدين تموت في المعسكرات، وفي تغذية حاد في المعسكرات، سواء كان من النساء الحمل والمرضيات والأطفال. وشكرا جزيلا، وأنا نتمنى رسالتي تصل، وإن شاء الله هنجد ردا قريبا، وشكرا كتر خير. بحديث الناشطة من معسكر الدريج، المستمعون الكرام، نكون قد وصلنا لختام هذه التغطية الخاصة لملتقى نساء جنوب دارفور، والذي أطلق شعار السلام والكرامة والعدالة والمساواة لهذه المناسبة، مناسبة اليوم العالمي للمرأة، تجسيدا لمطالبهن. التحية لكل النساء في السودان، والتحية للنساء في دارفور، وشكرا لكم المستمعون الكرام لحسن المتابعة والإصغاء.